امرأة من بني إسرائيل جاءت إلى نبي الله موسى وقالت يا نبي الله إني أذنبت وأريد التوبة. فقال لها وما ذنبك؟ قالت زنيت وقتلت ولدي من الزنا. فقال اخرجي، قال اخرجي أيتها الفاجرة. فخرجت منكسرة القلب. فجاءت في اليوم الثاني قالت إني أريد أن أتوب. فقال لها اخرجي. فجاءه الوحي قال يا موسى لما رددت التائبة؟ أما علمت من هو شر منها؟ أما علمت من هو شر منها؟ قال موسى زانية وقاتلة، من شر منها؟ قال له تارك الصلاة، تارك الصلاة عامدا متعمدا أشر عند الله من الزاني ومن القاتل ومن الكذاب ومن النمام ومن المرائي والمرابي. تارك الصلاة لا يزوج ولا يستضاف ولا يصاحب ولا يؤكل ولا يماشى. تارك الصلاة في وجهه ظلمة وفي قلبه ظلمة وفي حياته ظلمة وفي بيته ظلمة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك اليوم تنسى. أسألك بالله، أسألك بالله يا من لا تصلي إلا في يوم الجمعة.